لأول مرة ببيروت مع جابي، الإعلامي عباس ناصر بيكشف أنه خلافات شخصية أنا وسيد مدير مكتب بيروت حسام جدو وصلت أنه أترك الكازينو. بس كان حلو عباس، كان حلو. تكمل معنا أبو طلال، شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل؟ شو هيدا؟ شو شو؟ لشو لحقنا لهون؟ أبو طلال الصيداوي بس تحكي ولا بضرب أنا الصيداوي؟ يلا عمول بدك إيه، أنا مش مسؤول عنه. أستاذ كابي يا بتسيطر على الموضوع يا هلأ السيديو كله بتمره. شو أكتر لحظة فرحت فيها؟ أول مرة شفت صاحبتي بالظلط. بيروت مع جابي الخميس بعد الأخبار على الجديد.